هناك إصابات الحمد لله، إحنا لا زال عدد الإصابات قليل جدا بين الكوادر المتزوج دوائر الصحة، يعني 2 أو 3 موجودين في محافظة نينوى، والحمد لله. بالإضافة إلى ذلك أن جميع الإصابات التي سجلت في محافظة نينوى هي أولا للوافدين، ثانيا لبعض المنتسبين من أهلنا في المحافظات الجنوبية من العسكريين، وكذلك من الملامسين للمصابين. التصرف والقرار اللي اتخذته النائبة محاسن حمدون كان تصرف خاطئ جدا. النائبة مصابة بالكورونا، ولدينا من المختبرات والأجهزة الطبية اللي معترف بها من قبل الوزارة وأشادت الوزارة. نتمنى من السيدة النائبة يعني الرجوع عن قرارها والعودة إلى المستشفى وعدم الاختلاط بالمواطنين وإكمال العلاج. محافظة نينوى حاليا هي أقل المحافظات التي تسجل إصابات في عدد الإصابات مقارنة بالمحافظات الأخرى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإجراءات الصحيحة والممتازة والمدروسة التي قامت بها دائرة الصحة نينوى وكوادرها الأبطال رجال الجيش الأبيض، وبتضافر كل الجهود من القوات الأمنية ودعم السيد محافظ نينوى لدائرة الصحة نينوى، وكذلك أنتم كان لكم دور رجال الإعلام للوقوف مع دائرة الصحة نينوى، وإن شاء الله ستبقى دائرة الصحة نينوى تسجل، بل سننتصر على هذا الوباء بعون الله تعالى.